دعاؤه عليه السلام على عبيد الله بن زياد لعنه الله المدائني عن رجاله أن المختار بن أبي عبيد الثقفي ظهر بالكوفة فبعث برأس بن زياد إلى علي بن الحسين عليهما السلام، فأدخل عليه وهو يتغدى، فقال علي بن الحسين عليهما السلام: أدخلت على ابن زياد لعنه الله وهو يتغدى ورأس أبي بين يديه، فقلت: اللهم لا تمتني حتى تريني رأس ابن زياد وأنا أتغدى. فالحمد لله الذي أجاب دعوتي.